السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سد بوكردان في ولاية تيبازا بعد الأمطار الأخيرة ازداد منسوبه بشكل واضح كما نلاحظ في هذه الصورة، وسنشاهد الصورة السابقة التي تعود لشهر أفريل 2023. هذه الصورة هي الصورة القديمة التي توضح انخفاضا كبيرا في منسوب مياه السد، لكن الصورة الجديدة في شهر جوان 2023 نلاحظ ارتفاع جيد في منسوب مياه سد بوكردان الذي يخزن حوالي 105 مليون متر مكعب. الأسبوع المقبل فيه أمطار خير وبركة إن شاء الله.